فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذه امرأة من المغرب تقول: إذا أردت تحويل مبلغ من بنك إلى بنك فإنهم يأخذون مني بعض الدولارات، فما حكم إعطائهم هذه المبالغ عند التحويل؟ التحويل ولا صرف؟ مجرد التحويل يجوز أخذ الأجرة عليه، ما إن كان صرف تعطيهم نقود هنا ويعطونك صرفها في بلد آخر فهذا لا يجوز، لأن المتصارفين لا بد يتقابضا في المجلس. ما إن كان تحويل فقط يأخذون منك النقود ويحولونها بنفسها ويقبضها من ترسلتها إليه هناك لا بأس بذلك، ويجوز أنهم يأخذون أجرة على عملهم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.